أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، نعمة وسلام لجميعكم. اليوم رح أتكلم من مزمور 46 الآية 10 والعنوان اهدأ أمام الرب. في عالم مليء بالضجيج، مليء بالأصوات الكثيرة، مليء بالمخاوف، مليء بالحيرة والدهشة، الناس تعبانة جسديا ونفسيا أيضا، في عالم ما في الجواب الكامل، مستقبل مجهول، تساؤلات كثيرة عن الأوضاع اللي بتصير في هذه الأيام، سواء الأوبئة، سواء الاقتصاد، سواء هل فعلا الرب جاي عن قريب. في تفكير كثير في قلوب وعقول الناس محتارة جدا، وانا عاوز اقول اليوم هديها شوي. كيف احنا بنتكلم بلغتنا البسيطة؟ هديها شوي، الرب موجود. في مزمور 46 الآية 10 مكتوب: كفوا واعلموا اني انا الله، اتعالى بين الامم، اتعالى في الارض، رب الجنود معنا، ملجأنا اله يعقوب. الآية الأولى مكتوب: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. وهكذا في آية 9: مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار، رب الجنود معنا. اهدأ أمام الرب، هذه واحدة من الوعود الجميلة دائما نقتبسها. كفوا واعلموا إني أنا الله، أتعالى بين الأمم. الرب له السيادة والسلطان الكامل على كل شيء. هذا أول شيء محتاجين إن احنا ندركه، سيادة الله المطلقة. الله ما بتفوت عن عينه لا كبيرة ولا صغيرة، الكلمة الأخيرة للرب، وكل الأمور في هذا التاريخ بتصير في رزنامة الرب، في الأجندة الإلهية، والله لا يفاجأ بأي شيء، فهو السائد، هو السيد على كل هذا الوجود. فالله بيعلمنا من خلال هاي الآية الراحة والطمأنينة وعدم الخوف. ما تخاف، اهدأ أمام الرب، هو اللي ماسك زمام كل الأمور، كما قال في سفر الجامعة: فوق العالي عاليا يلاحظ، والأعلى فوقهما. الكلمة الأخيرة للرب، فتمتع بسلام الرب. وهي الآية أحبائي هي العملة ذات الوجهان. الوجه الأول لهذه العملة، الله بيتكلم لشعبه بكلمات التعزية: كفوا واعلموا إني أنا الله، استكينوا، اهدوا، ما تخافوا، أنا هو الله، أنا حاضر، أنا موجود، أنا السيد، أنا الرب، إلي السيادة والسيادة المطلقة. والجزء الآخر أو الوجه الآخر من ذات العملة بيتكلم مع جميع الأمم للتحذير. من ناحية عم بعز الشعب وبقولهن أنا الرب، أنا الله، ومن ناحية تاني للشعوب للأمم: لا تتطاول على الرب، ولا تزدرب الرب، ولا تحتقر الرب، أتعالى بين الأمم. في يوم من الأيام كل لسان سوف يصمت عندما يرى الله. فهي رسالة تعزية، وهي أيضا رسالة توبيخ. بكلمات بسيطة يقول لك الرب: لا تقلق، لا تخف. هي دعوة للخضوع للرب، الخضوع لسيادة الرب. الله ما بيتغير، الله دايما موجود، حاضر للمعونة. لاحظ الآية الأخيرة في آية 11: رب الجنود معنا، معية الرب، الرب معنا، عم بلاحظنا، عم بشاهدنا. فإذا هي دعوة أنك تخضع للرب، لأنه الله موجود، حاضر،
للمعونة، رب الجنود معنا. رب الجنود كلمة عسكرية، ومن يستطيع أن يحارب الله؟ لاحظ في الآية 9 شو مكتوب عن الرب، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض. حاولت الأمم المتحدة وحاولت شعوب تعمل سلام اللي هو السلم بين الأمم، لكن عجزت. بعدين بقول يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. الكلمة الأخيرة للرب، ما تخاف، هو اللي بيجيب السلام، هو اللي بيحارب عنا، هو اللي بيدافع عنا، هو الإله اللي احنا بنحتمي فيه. الله لنا ملجأ، عونا في الضيقات وجد شديدا، فهو دائما كلي الحضور، دائما موجود مع المؤمن. وأيضا الرب يهيئ الملجأ، الأمان والسلام للاحتماء والاختباء من يوم الشر، من يوم الضيق. لأنه هذه الآية بتكلمنا عن النصرة النهائية الأكيدة. فالله المحارب هو الله الحتما، هو الإله المنتصر، لن يتخلى عنا ولن يتركنا إطلاقا، سيصمت الجميع أمام الرب. فالنصرة النهائية هي للرب، هو موجود معنا، والنصرة النهائية أكيدة للرب. ثم أحبائي لازم نهدأ أمام الرب، لأن الهدوء أمام الله تستطيع أن تميز، تستطيع أن تسمع وتميز الأصوات الكثيرة، بتهدأ، بترتاح من الخوف، بيمتلئ قلبك طمأنينة، بيمتلئ قلبك سلام، بيمتلئ قلبك تعزية. تعرفوا اهدأ أمام الرب، لكن قف أمامه بوقار، باحترام، إكراما له ولجلاله. أصمت، لأن الرب عظيم جدا، ما تخافش من أي قوات أخرى، حتى لو في الظاهر مبين كأنه الكنيسة عم تتراجع، الرب حي، الرب موجود. فهي دعوة إلى سلام الرب، وهي دعوة للاحتماء في الرب، وهي دعوة للثبات في الرب. إلهك حي، له السيادة والسلطان المطلق، والكلمة الأخيرة للرب. اهدأ أمام الرب. يمكن أنت عم بتعاني من حيرة، عم بتعاني من خوف، خايف، خايف على مستقبلك، خايف لأنه ما فيش دخل، خايف لأنه موجود في ظروف قاهرة صعبة جدا جدا. شو رأيك ترفع نفسك، قلبك أمام الرب، قل له يا رب أذكرني، قل له يا رب تعال إلى حياتي، الرب حي، الرب موجود. صدقني لما نطلب منك، إنه اطلب من الرب، لأنه منعرف إلهك حي، والرب حي يسمع ويستجيب. تعال أمامه بتواضع، تعال أمامه بخشوع، تعال أمامه بانسحاق وانكسار، تعال أمام الرب بتواضع، طالب مشيئة الرب، طالب حضور الرب. قل له يا رب أنا خايف، حررني من الخوف، حياتي ما فيها سلام، فيها انزعاج، فيها اضطراب، فيها قلق، املأني بسلامك العجيب. أنا عايش بحزن، أعطيني فرحك، الفرح الكامل، الفرح المكتوب فرح الرب هو قوتكم، الفرح الذي لا ينطق به ومجيد. قل له املأني بفرحك. قل له يا رب أنا متشكك في حياتي الروحية، حتى مش واثق إنه إلي حياة أبدية. قل له يا رب تعال إلى حياتي، أنا بسلمك اليوم حياتي، واكتب اسمي في سفر الحياة. قل له يا رب نجني، انقذني، ارحمني، صليها. قل له انقذني، ارحمني، صليها. قل له يا رب باركني، عوض لي، احميني من كل ضربات العدو، دافع عني، لا تتركني. الرب معاك، الرب موجود، الله ملجأ لنا. كفوا واعلموا اني انا الله. بصلي انه هاي لمسة قلبك، صليها صلاة بسيطة، قل له يا رب ارحمني انا الخاطئ، انا بقبلك بالايمان حتى تكون ربي ومخلصي. اذا صليتها بحب اسمع منك.
وشارك هذا الفيديو. ربنا يباركك، ربنا يكون معك.